أهلا بكم إلى هذا الموجز. اعتصم أهل المخطوفين اللبنانيين في سوريا على طريق المطار، وقد انضمت حملة بدر الكبرى إلى حملة الصدر في هذا الاعتصام. وننتقل مباشرة إلى الزميلة نوال بري لموافاتنا بالتفاصيل. نوال، تفضل. إذن هو ليس الاعتصام الأول لأهالي المخطوفين، ما الجديد فيه وضعينا في طبيعته؟ نعم، بالفعل يعني هو ليس الأول ولكنه الأكبر يمكن القول هنا على طريق المطار. يعني إذا رأيت الفوضى هنا والازدحام الذي عم طريق المطار الدولي بالفعل عبير، فأنه ضخم جدا. وهذه المرة الأولى التي تجتمع فيها الحملتين، يعني هذه المرة التي تجتمع فيها الحملتان، حملة صدر وحملة البدر الكبرى، وبالتالي فإن الأعداد الكبيرة إن كان للأهالي أو لأصدقائهم أو لأقاربهم فقد عمت طريق المطار. هذا غير السيارات الكثيرة التي علقت هنا منذ حوالي الساعة، حتى أن البعض من داخل المطار بدأ يتصل بنا ويتأكد إذا كانت فتحت الطريق لكي يذهب إلى بيته. الزحمة تصل من هنا إلى آخر أوتوستراد طريق المطار عبير، منهم الذين يريدون القدوم إلى المطار يعني للسفر، ومنهم من أتى من السفر ويريد الذهاب إلى بيته. الأهالي عبير أكدوا أنهم سوف يبقون هنا، حتى أنهم استجلبوا بعض الخيام الموجودة الآن في المقلب الآخر، وقالوا أنهم سوف ينصبونها إلى حين يعني تتحرك الدولة بالنسبة للملف، وخاصة عبير وأنه كما رأينا فإن الملف كان قد تحرك اليوم بعدما أكد المختطفين أنهم مختطفون أنهم سوف يعني يفاوضون أحد من الدولة اللبنانية، وبالتالي فهم يطلبون من الدولة أن يتفاوضوا معهم. عبير، إذا كما ذكرت هنا الطريق مغلق كليا، وهذه هي طريق باتجاه بيروت من مطار بيروت الدولي، وهم يرفضون بأي شكل من الأشكال فتح الطرقات، ويقولون أنهم سيبقون هنا يعني إلى مدى طويل، وهم لم يحددوا إلى متى، إلى حين تحرك الدولة اللبنانية. سوف نذهب الآن إلى النساء المحاولة للتحدث معهم. شو حجي؟ حجي هون من الشعب نحن نعم. نوال، يبدو الصوت غير واضح، هناك مشكلة. نحن من الأساس حضرنا وحكينا بالسلم وقلنا لهم منبوس إيديكم روحوا جيبوا المخطوفين، وحكينا بالمناح ونحن مش ضعاف ولنا ميتين ولنا بنبكي، نحن قوايا ورجال وقبضيات وبنعمل اللي بدنا إياه، وخليهم هن يشوفوا شو اللي عم يصير. شو الحركات، تحركات تصعيدية هلا حتضل كلهم؟ نحن هلا قاعدين هون، هلا جايبين الخيم وكل شيء، يشوفوا شو بدهم يساووا. المخطوفين لازم الصبح يكونوا هون، انتهت القصة، بس يجوا المخطوفين نحن بنفل على بيوتنا، غير هيك ما في شيء، لأنه المخطوفين حكوا اليوم وناشدوا الدولة وناشدوا المسؤولين وبين إنه كله تقصير وكله كذب علينا، بيقولوا لنا عم نشتغل. نعم نوال، نعتذر، يبدو أنه الصوت غير واضح، هناك مشكلة تقنية. نعم نوال. نعم عبير. نعم تفضل. نعم أود هنا أن أذكر أنهم بدأوا يفتحون السيارات فقط لمرور السيارات القادمة من المطار كي لا يبقوا هنا طوال الليل، ولكنهم قالوا سيعود مجدداً عندما تمر السيارات قطعها نهائيا كي لا يبقى احد في الداخل. اذا الان تفتح الطريق ولكن مؤقتا عبير كما ذكرت، فقط امام السيارات القادمه من المطار لقطعها نهائيا مجددا. نعم، الزميله نوال بري من طريق المطار، شكرا لك نوال. شبكة شام السورية المعارضة نشرت صورة لأبو إبراهيم الذي قالت إنه نفسه المدعو عمار الداديخي، وأوضحت أنه ظهر بالأمس إلى جانب رائد الفضاء الذي انشق عن النظام اللواء محمد فارس. وقالت الشبكة إن قائد ما يسمى كتيبة عاصفة الشمال التابعة للواء الأحرار في إعزاز تمتهن الخطف من أجل الفدية. وعرفت عن أبو إبراهيم على أنه تاجر مواد غذائية يبلغ من العمر 42 عاما، وأصبح قائد مجموعة مسلحة يظهر وهو متكئ على عكازيه، لديه 3 إصابات في ساقه اليمنى وواحدة في وجهه. وكانت الزميلة نوال بري قد أجرت حوارا عبر الهاتف من مقر حملة الصدر مع المخطوف عباس شعيب. رئيس الوزراء عن بشار إن شاء عنا متحيين يعني
ليش يعني؟ شو السبب؟ شو بينقصوا يعني؟ انه شو شعبهم؟ شو المطالب هلا؟ يعني انتم هلا لما عم تقولوا انه يعملوا شيء، شو المطلوب حاج عباس؟ مطلوب يتحركوا. ما بعرف انتوا اخبار بلبنان بعدين كل واحد صوت ببعض عم سطر وقتيجي بقعد بغير مكان بتصوت على طريق المطار بشوف الناس شو بدها، شوف الوقت، شوف الثوار السوريين المضطهدين هني شو طلبهم، هني شو طلبهم، وانا بتصور انه ما طالبين هني شيء اصلا، لا فيزا ولا مال ولا شيء. يعني يمكن طلب لهم يمكن شيء خجولي، في امور كثير عم تحصل غلط عنا بلبنان، لا لا الشعب يتحركوا كرمالنا، اذا ما عندنا وزراء وما عندنا نواب، نعم ما عندنا رئيس جمهوريه، شعبنا يطالب فينا. حاج عباس مستحيين؟ ليش مستحيين؟ سؤال حاج عباس، وردت معلومات بتقول انه امبارح في مجموعه فاتت مسلحه من يومين فاتت ليكون وهربوا اثنين، يعني ما مدى صحه هالمعلومه؟ ابدا هذا الحكي، يعني نحن بخير وصحه، بس هلا فاتت مجموعه، ما فاتت مجموعه انا ما عندي علم، نحن هلا بخبرك انه نحن كنا بخير وباقيين هلا مع الحاج ابو ابراهيم. اذا الحكومه فزعانه من بشار الاسد، يوموا شعبنا، يوموا شعبنا يا اختي الكريمه. يعني شو المطلوب؟ انه يعترفوا بالثوار السوريين؟ ايه شيء طبيعي، ايه يعترفوا بالثوار وبحكومتهم الجديده وبمواقفهم الكريمه. يعني انا كنت اسمع اشياء كثير عنه، هذا الحكي ما مضبوط عن الثوار، اختي سنين قاعدين بمعسكر نحن، واذا بقول لك نحن بنكسر مع الثوار ونفطر مع الثوار ونفطر مع الثوار، والله العظيم ما حتتيني يا اختي الكريمه. نعم والله العظيم الشعب السوري هو اكرم شعب نحن شفناه بالعالم. نعم. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وصف حادث سيناء على الحدود المصرية بالمشبوه في خلفياته واستهدافاته، وقال إن هذا النوع من الأحداث لا علاقة له بالإسلام. تجي بتقول له طيب تعال نعمل مؤتمر حوار وطني لبناء دولة، بيقول لك أنت بدك تهيمن على الدولة. طيب تعال نعمل مؤتمر تأسيسي، أوف هذا شيء خطر، بده يعيدوا النظر بأسس البلد وبدهم ياخذوه عند إيران. طيب لا بده حوار. طيب تعوا يا خي هذا النظام عنا الطائف، ماشي آمنا بالطائف وأشهدوا بالطائف ومدري شو بالطائف، طيب خلصنا، طيب صرنا بالطائف من 90 إلى 2012. يا خي في حدا بلبنان، في ناس محترمين بلبنان عم بيقولوا تعوا نطور نحدث، بس بالضيعاوي بدهم شغلتين، هاتوا هالسلاحات يا مقاومة، هاتوا هالسلاحات، وانتو يا حكومة رئيس مئاتي والقوى السياسية فيها فلوا عدوا على البيت وسلمونا الحكومة والسلام. طيب اذا سلمناكم الحكومة تحموا البلد، كيف تحموا؟ ما في جواب، ما هن مش قادرين يجيبوا صاروخ للجيش اللبناني، كيف تحموا البلد؟ ما في جواب. طيب اذا سلمناكم الحكومة تعملوا اصلاح، كيف بده يعملوا اصلاح؟ ما هن مسؤولين عن اغلب الفساد الموجود بالدوله وبادوات الدوله. لو اي حزب من احزاب 14 اذار عنده القوه العسكريه تبعنا من زمان هيمن على البلد وعلى الدوله، من زمان فرض ارادته بالسلاح على كل اللبنانيين، لكن نحن لم نفعل ذلك، واقول لكم لا نفعل ذلك، واقول لكم لن نفعل ذلك. يوم صارت احداث 7 ايار اللي على طول بيستدلوا فيها، أنا بدي استدل فيها لأقول إنه هاي نيتنا الحقيقية. طيب في حكومة بتراء اعتدت على المقاومة، صار اللي صار 7 أيام وتعطل البلد وتسكر الطرقات، إجا وفد من الجامعة العربية يعمل وساطة، التقى معاهم أخونا سمحت الشيخ نعيم، لكن رئيس الوفد أصر إنه يحكي معي على الداخلي عبد السلكي تبعنا، يعني قلنا له بنحكي، فتح خط السلكي احد الوزراء الخارجيه، وزراء خارجيه العرب، فتح التليفون معي، فتحنا التليفون، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له انت عارف عليك عشان عم تحكي على الداخلي على السلكي؟ قلت له هذا بيعني انك عم تخالف القانون اللبناني، عم تخالف قرار الحكومه اللبنانيه، وانت هلا مجرم ولازم تتوقف. عم بمزح معه. قال طيب يا خيي شو بدكم لنحل الوضع؟ هو شو متوقع؟ قل له انا اولا بدنا الحكومة تستقيل، بدنا فلان رئيس حكومة، بدنا حكومة ثلثين لنا لحلفائنا، بدنا فلان ينتخب رئيس جمهورية،
بدنا كذا بدنا كذا، بتعملوهن يا الله، ما بتعملوهن نحن مكملين بالمشكل. هيك متوقع هو، لانه بكل العالم بيسوي هيك، بكل العالم بيسوي هيك، حتى في قوى سياسيه بلبنان كانت بتتوقع منا هيك. انا شو قلت له؟ قلت له عندنا مطلبين. المطلب الاول ان الحكومه تتواجع عن القواوات اللي اخذتها تبع السلك. اثنين، العودة إلى طاولة الحوار ليقعدوا اللبنانيين يتحاوروا وشو كيف بده يحلوا مشاكلهم. قال لي وبعدين هو عم يكتب. قال لي ثالثا، قلت له ما في ثالثا، هو هن اثنين. قال لي عم تمزح معي؟ قلت له عم بحكي معك جد، أنا وقت مزح؟ قال لي لا والله أنت عم تمزح معي، أنت بدكش تحل؟ قلت له لا والله بدي حل. نحن بدنا بس هو التنتين. قام هو سوي قنعني إنه حط شيء ثالث، حط شيء رابع. قلت له لا والله مش هيك. نحن كل هاي القصة كل هذا رد الفعل لأنه في حكومة أخذت قرار بدها تلغي سلاح الإشارة الأهم والأخطر بالنسبة لإسرائيل، وبدها تعمل فتنة بين الجيش وبين المقاومة والقوى الأمنية، تلغي هالقرارات نرجع على طاولة الحوار، وكان الله يحب المحسنين. نحن أيتها يا قوى 14 أذار، نحن كان عندنا فرصة نحكم البلد ونهيمن على البلد ونسيطر على البلد بسبعة أيام ولم نفعل، لأننا لم نكن نريد ولا نريد ولا نريد. والسبب كمان نحن واقعيين. شو الواقعية تبعنا بتقول؟ العقل تبعنا بيقول هذا البلد في طوائف، هذه حكاية الطائفة الحاكمة هي خلصت، هذا ما بيزبط. أنا بكل صراحة أعلن في هذه الليلة الرمضانية بالنيابة عن كل الطائفة الشيعية في لبنان، نحن لا نريد ولا نفكر ولا نحلم ولا نطمح ولا 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 أن نكون لا طائفة حاكمة ولا طائفة قائدة. قلل وزير الإعلام السوري عمران الزعبي من أهمية انشقاق رئيس الوزراء السوري رياض حجاب بعد أقل من شهرين على تعيينه، مؤكدا أنه لن يؤثر على سوريا لأنها دولة مؤسسات لا أفراد، وذلك بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس الموقت عمر غلوانجي. أما رئيس المجلس الوطني المعارض عبد الباسط سيدا فرأى أن الاستقالة مؤشر على تآكل النظام من الداخل، مؤكدا أنها بداية النهاية. وفي ردود الفعل الدولية أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض توني فيتر أن انشقاق حجاب إشارة على أن الرئيس السوري بشار الأسد فقد السيطرة على البلاد، وأن السوريين يعتقدون أن أيام الأسد باتت معدودة. فرنسا بدورها وعلى لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس أكدت أن انشقاق حجاب يكشف هشاشة نظام اختار العنف المسلح بشكل أفقده غالبية داعميه، وأمل فابيوس مضاعفة الضغط الدولي حتى يخلي النظام المجرم مكانه ويفسح في المجال أمام قيام سوريا ديمقراطية. ميدانيا انفجرت عبوة ناسفة في مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري في دمشق، استهدفت مكاتب الإدارة العامة في الطبقة الثالثة من المبنى الذي يقع في ساحة الأمويين في قلب العاصمة السورية. كما توصلت عمليات القصف والاشتباكات في مدينة حلب بحسب مصادر المعارضة، لا سيما في أحياء الشعار ومساكن هنانو وصلاح الدين وفي ريف دمشق ومدينة دير الزور ومحافظة حماه التي شهدت اشتباكات عنيفة وقصفا مدفعيا. أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في بيان على موقعها الإلكتروني أن الهجوم الذي استهدف نقطة لحرس الحدود في سيناء يمكن أن ينسب إلى الموساد، وهو محاولة لإحباط جهود الرئيس الإسلامي محمد مرسي. وقال البيان إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي يحاول إجهاض الثورة المصرية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، وإن ما حدث يحتم علينا إعادة النظر في بنود اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. ووصفت مصر المسلحين الإسلاميين الذين نفذوا الهجوم بأنهم كفرة، وتوعدت بملاحقتهم في أعقاب الهجوم الذي تسبب بتوتر العلاقات بين مصر وكل من إسرائيل والفلسطينيين. وقالت جماعة الإخوان المسلمين على موقعها اليوم: هذه الجريمة يمكن أن تنسب إلى الموساد الذي يسعى لإجهاض الثورة منذ قيامها، ويدل على هذا أنه أصدر تعليماته لمواطنيه الصهاينة الموجودين في سيناء لمغادرتها فورا منذ أيام عدة.
كما أن الجريمة تلفت نظرنا إلى أن قواتنا الموجودة في سيناء لا تكفي لحمايتها ولا لحماية حدودنا، ما يحتم إعادة النظر في بنود الاتفاقية المعقودة بيننا وبين الكيان الصهيوني. نهاية هذا الموجز، تصبحون على ألف خير.